تكاد زيارة السائح إلى لندن ألا تكتمل إلا بالمرور بحديقة هايد بارك الشهيرة وسط لندن، حديقة مقصد للسائحين وللمتنزهين، ولديها ميزاتها الخاصة نتعرف عليها في التقرير بعد عرض نبذة تاريخية عنها. ملك إنجلترا هنري الثامن حصل على قطعة أرض هايد بارك من رهبان ويستمنستر أبي في عام 1536، وبقت أرضا خاصة للصيد حتى وصول الملك جيمس الأول إلى العرش الذي سمح بدخول محدود للحديقة. وكان الملك تشارلز الأول هو من غير طبيعة الحديقة تماما بعد أن أطلق سراحها لتحتضن الناس العامة من سكان لندن وسائحيها في عام 1637. وقد قامت الملكة كارولاين زوجة الملك جورج الثاني بأعمال توسيع في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وأنشأت بحيرة سيربنتاين، وهي بحيرة تبلغ مساحتها أكثر من 11 هكتارا. تفصل هذه البحيرة الطويلة الملتوية الحديقة إلى جانبين، مشهد ربما يحسد عليه في الصيف. تخيل أن تطل الشمس على الماء والخضار الوفير هنا، أجواء مثالية للعائلات. الهايد بارك تعد الأكبر من بين أربع حدائق ملكية في لندن، تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 140 هكتارا في قلب لندن، وتلتصق بقصر كنسكتن، قصر الأميرة ديانا، التي كانت تفضل جزءا من الحديقة. يزور هذا الجزء الناس الآن لإحياء ذكرى الأميرة التي دخلت قلوب الملايين حول العالم. النشاطات التي يمكنك ممارستها في الهايد بارك متعددة، تتراوح بين الركوب في القوارب أو لعب التنس أو ركوب الخيل أو الانضمام إلى ممارسة رياضة الركض والمشي وركوب الدراجات الهوائية، وكل ذلك يتم في الهواء الطلق. الحديقة كذلك مكان للتظاهر وإبداء الرأي بالرفض أو القبول، ومكان أيضا للاحتفالات، ففيها تقام مثلا مهرجانات غنائية تجارية. وفي إحدى زواياها أيضا يوجد ما يسمى بركن المتحدثين، هو فسحة من فضاء الحرية تجري فيها النقاشات الساخنة حول قضايا ساخنة. يأتي الراغبون في طرح توجهاتهم المألوفة وغير المألوفة كل صباح أحد ليحاولوا إقناع المتفرجين والمارة بأفكارهم، ويتبادل الطرفان الحديث أحيانا بنوع من الشد والجذب، مع الحفاظ على ممارسة حضارية في النقاشات وإن اختلفت وجهات النظر. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.